في هذه اللحظة بمهمة إدارتها والحفاظ على هيبتها وكرامتكم وحريتكم. يعني أقول إيه أو كلام إيش أو كلام فخم وكلام ضخم، ولكن يعني يقول لك مش عاوز أقول المثل يعني أضيع كلامك، تسويش كل الكلمات الفخمة والكبيرة. كرامة الصحفيين محفوظة، وكرامة الصحفيين لم تمسك، وتنفيذ أوامر النائب العام لا تمس كرامة الصحفيين على وجه الإطلاق. فإحنا بس عمالين ننفخ من الحربة ونعمل منها أوبا ليه؟ ما الأسهل والأقصر كذا إنه الطرفين أخطأوا والطرفين تجاوزوا القانون. أنت عملت اجتماع وقلت إن هو جمعية عمومية وفرضت على المؤسسات الصحفية والصحفيين قرارات غير ملزمة واعتبرتها قرارات ملزمة. طب ما تعيد النظر في موقفك أنت أيضا في هذا الكلام، ويسود العقل على كافة الجبهات ونخلص من هذا الوضع. أنا يعني أنا شايف إنه دي عملية استعراض قوة فيما لا ينفع فيه استعراض قوة، وأعتقد إن هي كلها معركة جنكشوتية ليس لها أساس ولا لها مبررات ولا لها مسوغات مقنعة. هي ما عاوزين يحاربوا، طب هيحاربوا مين؟ عاوزين يحاربوا مين؟ يحاربوا الدولة؟ يحاربوا السيسي؟ ولا نص الصحفيين؟ يحاربوا نص الصحفيين؟ عاوزين يحاربوا مين بالظبط؟ يفهمونا بس عشان ينخبش معاهم، ينقف على الحياد، ينقول أي حاجة. الأستاذ الكبير سمح لك يا فندم، أستاذنا الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. وصعبان عليا أن يكون ده حال الصحافة في مصر.